1-0 هي النتيجة التي انتهى إليها العرض الكروي للذهب العاصمي بين الجارتين شباب بلوزداد ورائد القبة. كان الرابح الأكبر فيها محبي كرة القدم الجزائرية الذين تمتعوا لمدة 90 دقيقة بفنيات قدمها اللاعبون. نقلتها كاميرا الموقع من ملعب 20 أوت بلوزداد الجزائر العاصمة. الهدف الوحيد الذي هز شباك حارس المرمى أشعل مدرجات الملعب بشعارات علي شباب زوج بوتفليقة يجوز في سيمفونية جماعية جد معبرة. اللقاء الذي أجراه فريق الموقع مع اللاعبين اجتمعت فيه تصريحات قادة الفريقين حول الروح الرياضية والأخوة التي تجمع بين الجزائريين، كما أخذت الإنجازات الكبرى التي حققها الرئيس في قطاع الشباب والرياضة جزءا كبيرا من كلامهم. الكرة الجزائرية بدأت تحسن لا بأس خير من السنوات اللي فاتت، وإن شاء الله مع العهدة تاع الرئيس تاعنا إن شاء الله من القدام يتطور الكرة الجزائرية إن شاء الله. راهي جاينا مناسبة كبيرة هي تاع الفوت اللي راهو جاي تاع الرئاسيات، نتمنوا الناس كاع يكونوا في الموعد، ما احنا دي جوار تاع فوتبال راح نكونوا في الموعد ان شاء الله باش ننتخبوا، ونتمنى فانيك تكون الشعب تاعنا يجوا كاع ينتخبوا باش الجزائر تكون مليحه وتكون ازدهار ان شاء الله ليها هذه.